أنشدني كما تنشدون. أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي يا أعظمين لا زلت من وطفاء ساكبة روي ما لذ عيش ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجي قبر تضمن طيبين آباؤه خير البرية آباؤه أهل الرياسة والخلافة والوصية فإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهرة للمطهري والمطهرة الزكية كبكاء معولة غدت يوما بواحدها المني والعن صدى عمر بن سعد والعن صدى عمر بن سعد والملمع بالنقية شمر بن جوشن الذي طاحت به نفس شقية جعل ابن بنت نبيه غرضا كما ترمى الذرية أولاد أخبث من مشى مرحا وأخبثهم سجية فعصاهم وأبت له نفس معززة أبيه فغدوا له بالسابغات عليهم والمشرفية والبيض واليلب اليماني والطوال السمهرية وهم ألوف وفي سبعين نفسا هاشمية فلقوه في خلف لأحمد مقبلين من الثنية مستيقنين بأنهم سيقوا لأسباب المنية يا عين فابكي ما حييتي على ذوي الذمم الوفية لا عذر لا عذر لا عذر لا عذر في ترك البكاء دما وأنت به حريم.